السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة نشرح معانا كيفية اختراق شبكات الواي فاي. أول معانا ثلاث برامج حلوين. أول برنامج واي فاي باسورد. البرنامج ده بيظهر الشبكات اللي دخلت عليها على التليفون قبل كده، اللي تم تسجيلها، اللي اتفتحت على التليفون قبل كده من قبل ما تحمل البرنامج وبعد ما تحمل البرنامج. كل فتحت أي شبكة تحملت اتفتحت على التليفون هتوصلك على البرنامج. تاني برنامج بيخترق شبكات الواي فاي اسمه اندو دمبر. بنفتح البرنامج ونشوف الشبكة اللي احنا عايزين نخترقها وندوس محاولة الاتصال، وبعدين ندوس بدون بأي مخصص ونستنى يجيبها لنا. وادي جابلنا دي تلات اصفار، تلات وحايد، تلات اصفار. هو دي الباسورد بتاع شبكتنا. ده اول برنامج. تاني برنامج معانا هيكون واي فاي، لا وي بي اس كونكت. والبرنامج ده جميل يا جماعة، بس كلهم محتاجين لروت. وانا اشرح كيفية عمل الروت على قناة ايجي فاير، وحط الرابط البرامج اسفل الفيديو في الديسكريبشن. هنحمل البرنامج دوس كده. ماشي، وي بي اس كونكت، اهو دي ايجي فاير، وندوس تبدأ وننتظر حتى اخترق لنا. هو البرنامج بتدوس تلي وبعدين هو بيدخل لك على الشبكة ذات نفسها. وانت بقى البرنامج ده بيخش لك على الشبكة من غير ما يقول لك الباسورد. فانت بقى لو عايز تعرف الباسورد، بعد ما تخش الشبكه، بعد ما تخش على الشبكه من البرنامج دي، تخش على البرنامج ده وتعرف الباسورد بتاع الشبكه اللي انت دخلت عليها. وكده انا بقى نهينا حلقتنا، واتمنى تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان تدعمونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.